عايز اقول لكم على ايفنت دمه خفيف. دايما لما كنا ايام ما كنا بنسافر قبل فتره الكورونا، ان شاء الله ربنا يخلينا نطلع منها سريعا كده، لان خلاص بقى محتاجين نرجع نتواصل تاني والعالم يرجع الى قريه صغيره ونرجع للحياه دي. فكنا بنروح نحضر المعارض، واحنا بنحضر المعارض وبنجربها كنا بنشوف جزء كده خارج المعرض، مكان كبير، وده دايما كان بيحصل مش في كل المعارض، في فرانكفورت موتور شو مكان كبير جدا كده، كل الشركات او اغلبيه العارضين بيطلعوا عربياتهم ويحصل عليها تجربه تيست درايف. كان دايما عندي فكره، هو احنا ليه ما بنعملش الفكره دي عندنا في المعارض بتاعتنا، او ليه ما عندناش حاجه زي دي؟ بمعنى ان يبقى يوم مختلف، انا مش بس راح اتفرج على العربيه، لا ده انا هتفرج واركب العربيه واسوق واتحرك وابدا احس حاجات كتير في العربيه قبل ما اشتريها. فجأة لقيت معرض، او خلينا اقول ايفنت، اسمه لايف درايف اكسبو، هيكون موجود في الفترة اللي جاية، تحديدا يوم الخميس والجمعة والسبت والحد، من يوم 23 يوم 26. هو عامل كده، جمعوا شركات العربيات كلها وقرروا انهم الشركات تيجي مش تعرض عربيات فقط، لا حضرتك تروح تجرب العربية. ده في حد ذاته شيء جديد وشيء مهم للعميل المصري اللي بيشتري عربية قبل ما يتفرج عليها. كان عندي خليني اقول برضو مشكلة كده صغيرة بتقابلنا، اللي هي ايه؟ انا رايح شركة اكس من العربيات وعايز اجرب العربية، فيقول لي لا والله معلش انا اسف فندم، العربية بتاعت تيست درايف موجودة في فرع المهندسين، فلو حاجة عايز تجربها يبقى لازم تروح انت بس بتجرب رايح لفرع مدينة نصر او العكس، لان ما عندوش عربيات في كل فرع للتجارب، ودي مشكلة. الحاجة التانية انك تطلع تاخد لفة في الشارع حوالين المعرض كده او حوالين الشركة، مش اكتر من كده. ففكرة ان يبقى في ايفنت تقدر ان انت تقيم فيه العربية انت واسرتك، تشوف المساحات، تشوف الماتيريال، تدور، تتحرك، تسوق، تجرب ملفات العربية، تجرب حاجات كتير جدا، ده في حد ذاته خطوة كويسة. انا مش بتكلم على ان انا واحد من الاعلام او من السائقين اللي بتجرب عربيات، انا بتكلم ان حضرتك زبون بتشتري عربية، فانت محتاج تعمل حاجة زي كده. خليني استقبل استاذ شريف عمر، المدير التنفيذي لشركة كات المنظمة لمعرض لايف درايف اكسبو. مساء الخير يا استاذ شريف. مساء الخير يا تامر. اولا مبروك على فكرة مش عايز اقول معرض، خليني اقول فكرة الايفنت، لانه مش المعرض ده حاجة واقفة، لكن الايفنت ده حدث بيحصل فيه حاجات كتير. جات لكم فكرة ازاي؟ والله انت لخصت جزء من ازاي الفكرة طلعت. فكرة بتاعت ان قرار شراء العربية ده مش قرار سهل، مش هينفع يبقى قرار فرجة ولا قرار سماعي. هو الطبيعي بتاعه ان هو ده كان انت بتسأل وبتريسيرش وبتعمل كل حاجة، وممكن تقعد في العربية في المعرض قليل قوي لما تلاقي فرصة انك تبقى تسيب شغلك او تلاقي حد صاحبك اللي بيفهم في العربية ينزل معاك في نفس الميعاد او فالموضوع كان ان احنا الشراء كان معقد شوية، احنا حاولنا نبسطه اكتر حاجة ممكنة. فطلعنا احنا مع شركة ايكون ادفرتايزنج اصحاب الفكرة، واحنا بنطورها معاهم، طلعوا بالكونسبت ده وقالوا طب احنا ليه ما بنعملش كده في مصر؟ ليه ما نجمعش كل حاجة الزبون محتاج يعرفها عن العربيات في مكان واحد، ويبقى بطل القصة دي هو التست درايف، هو ان انت هتركب العربية، اتفرج عليها، اسأل عليها في نفس المكان اللي احنا فيه. في بنوك، في شركات تأمين، في كل حاجة، بس بطل القصة او الحاجة اللي في قلب الايفنت نفسه هو ان احنا عاملين تراكين نجرب فيهم العربية. حضرتك تركب العربية، تسمع من السيلز الاول طبعا كل الاسئلة اللي انت عايز تعملها، وبعدين تركب العربية وتطلع مع حد تجرب العربية، تلف في التراك. التراك ده في مطبات تجرب السسبنشن، في ملفات ضيقة، في ملفات واسعة، كله حاجات بسيطة مش حاجات معقدة خالص، مش مثلا حاجات زي فعلا السباقات يعني. يعني هو دي حاجة اللي واحد بيسوق العربية في الشارع بس يقدر يجرب في أمان. انت عملت تراك مقفول ومؤمن صح؟ مظبوط كده. وجمعين 16 يعني 16 ماركة من العربيات اللي الناس بتدور عليهم، اللي هم الحاجات الأكثر مبيعا يعني، جمعناهم في مكان واحد كلهم مقسومين على تراكين، فالتراكين دول يستوعبوا
التست درايف ده طول اليوم احنا معاملينها ان شاء الله من زي ما انت قلت من الخميس للحد اللي جاي، معموله على 4 فترات في اليوم. يعني احنا عاملين عشان الناس كلها تعرف تجرب وما يبقاش في زحمه ولا تزاحم ولا اي حاجه، عاملين انت تذاكر. جاوبت على سؤال لسه هقول لك عليه، كانت مشكلتي دايما واحنا مسافرين بره في المعرض مثلا زي في فرانكفورت، طابور من الصبح بالليل مش عارف اخش عشان اوصل العربيه. بالظبط كده، هو ده بالظبط اللي احنا عملناه، ان احنا قلنا ايه، احنا التذاكر دي معموله علشان اعرف اسكن الاعداد اللي انا عايزها بالظبط اللي تقدر يستوعبها التراك، ويبقى الاكسبيرينس بتاعت الناس ان هي جايه عندها وقت يعني انت وتسمع. القاطع تذكره هو ليه مكان يعني انت مختار كان زي السينما كده بالظبط، مع فارق يعني، بس انا قصدي ان اللي داخل عارف ان داخل 10 النهارده او في الفتره دي او 20 شخص، ال 20 شخص دول هيجربوا العربيات دلوقتي. مظبوط، ده اللي احنا عاملينه. احنا عاملينها المعرض بيبتدي من الساعه 12، بس التذاكر بتتباع من بالفترات. حضرتك لما بتخش على ticketsmarche.com بتخش تحجز اليوم اللي انت عايزه وبتحجز الفتره اللي انت عايزها من 12 ل 3 او من 3 ل 6، من 6 ل 9 او من 9 ل 12. 4 فترات. 4 فترات في اليوم، 4 ايام. هايل. ليه عاملين كده؟ علشان زي بالظبط اللي كنا بتحكي عليه في موضوع فرانكفورت، ان انت جاي علشان تجرب العربيه، وتجرب العربيه يعني لازم تجربها. فخلاص هو انا دلوقتي لازم اشوف القدره الاستيعابيه بتاعت المكان وبتاعت التراكات، ونشوف الاكسبيرينس دي بتاخد وقت قد ايه، وان خلاص هو ده العدد اللي احنا هنسمح له يخش. اجرب كل العربيات اللي موجوده؟ لا، دي بقى اللي يعني دي احنا المعرض ده معرض عاملينه برضو ايه بالكومن سنس، ان انت لما بتختار عربيه او لما بتبقى عايز تشتري عربيه بتبقى بتفكر ما بين ايه، عربيتين ثلاثه بالكتير قوي، يعني ممكن أربعة. يبقى في رابعه، ممكن تبقى في رابعه بس يعني فاهم، اكتر من كده يبقى انت غالبا انت مش عارف انت عايز ايه لسه خالص. فاحنا عاملين ان احنا التذكره الواحده عليها 3 فاوتشرز، كل فاوتشر بتسلمه وانت مع كل تيست درايف، مع كل تجربه عربيه بتدي اللي هيعمل لك التيست درايف بتدي له الفاوتشر ده، يبقى انت ليك 3 تجارب بس في الفتره اللي انت داخل فيها. افرض انا عايز اجرب 6 عربيات، اشتري تذكرتين؟ يعني بص، هي احنا عاملينها شويه ان هي ممكن لو التراك يسمح، لو الوقت يسمح والتراك يسمح، ممكن طبعا بيسالوا الناس، تسال السيلز لو في امكانيه ان احنا نجرب تاني هنسمح بده اكيد. يعني مش محتاج ان انا برضو اعور الناس في فلوس في تذكره واتنين كل ما تيجي تجرب، بس هي انت الهدف منها، انت الهدف منها اكتر التنظيم وفي نفس الوقت ان ما يبقاش في زحمه. التنظيم لمصلحه الزائر، علشان هو اللي جاي يزور ده جاي عايز ياخد وقته، انا ما ينفعش استعجلك في شراء عربيه، يعني ما ينفعش اقول لك يلا بسرعه عشان فاهم خد قرار دلوقتي حالا. يعني مش لفه كده وخلاص. بالظبط كده. احنا هناخد وقته، هيسال اسئلته كلها، هيعمل كل حاجه. كويس. فاحنا فلكسبل في الحته دي جدا يعني. وعندي جزء تاني لو عايز اعرف اي معلومات، فانا عندي كل شركه فيها حد متخصص من البائعين او المسؤولين يقدر يديني كل التفاصيل عن العربيه دي قبل ما اطلع اجربها. 16 جناح واحد لكل ماركه. أوكي. وفيها ناس كلهم الخبراء في كل العربيات اللي هم عارضينها او الافيلبل عندهم، هيتكلموا معاك لكل حاجه لحد ما اللي يعوز وقت التست درايف بيقدم لهم الفاوتشر ويطلع مع حد برضو من عندهم عشان برضو يطلع جنبه يشرح له العربيه ويشرح له حتى على المطبات، سامع الصوت ده، شايف مش عارف ايه، شايف الكذا، يشرح له برضو قوه العربيه فيه. طيب ساعات الحماس بياخد الواحد وهو بيجرب عربيه كده، فعاملين حساب التامين في الجزء ده لحاجه يعني برضو انا اكيد اللي هيجرب عربيه معاه رخصه، يعني ده اكيد اكيد ما فيش حد هيجي يجرب عربيه او اكيد صح، لكن انا بتكلم ان هل في اجراءات للسلامه والامان لا قدر الله يحصل اي حاجه؟ احنا كل الاجراءات الاحترازيه واخدينها، من اول ان اللي هيخش لازم برضه هيخش بماسكات، في الحاجات السانيتايزرز المطهر الايدين وكل الكلام ده، كل عربيه بعد وقبل يعني قبل ما هتركبها لازم هتكون متعقمه. هاي. تخش التراك متامن كله، معمول حتى بان انت ما فيش حد هيسرح ويجري، يعني احنا ما فيش مكان. عامل حواجز السرعه، يعني عامل السرعات المقرره المسموح بيها. بالظبط كده،
بحيث ان ما حدش زي ما انت بتقول كده تاخده الجلاله ويبقى عارف ساعات برضه الواحد وهو بيجرب عربيه كده بيحس باحساس اللي هو هتاخرها كده هشتريها بقى خلاص هعمل اللي انا عايزه. لا لا مفيش الكلام ده خالص. حتى الناس اللي هتمسك التنظيم التراك نفسه دول ناس كلهم بتوع العربيات المتخصصين، حتى كديزاين وكمانجمنت كاداره للتراك نفسه كل ده معمول حسابه. هايل هايل. تقريبا ممكن اسال اسعار تقريبا قد ايه بتاعت التذكره؟ احنا عندنا تذكرتين، التذكرتين سعرين يعني التذكر سعر 200 جنيه للفتره الصباحيه اللي هي من 12 ل 3 او من 3 ل 6، و 250 الفتره المسائيه اللي هي من 6 ل 9 ومن 9 ل 12. التذكره دي بتدخل اسره. اسره؟ يعني مش شخص واحد؟ مش شخص واحد لا. ليه؟ لان احنا برضو لما فكرنا فيها بقى كاحنا كزباين الناس لما اجي اشتري عربيه مش رايح لوحدي. انا لو تامر بشير انا اشتري عربيه لوحدي، ما انا فاهم العربيه وعارف انا عايز ايه وفاهم انا بدور على ايه وعارف الناس وعارف كل حاجه، بس مش ده الطبيعي يعني مش ده الكومن. انت عشان راجل خبير في مجالك تقدر تعمل كده. لا وبعدين انت ينفع تروح تشتري عربيه من غير ما ياخد معاه مراته والعيال؟ ما ينفعش مش هيرجع بالعربيه اصلا. شوف مين اللي هيرجع بعربيه ايوه بالظبط. فلازم تبقى موجوده مراته طبعا بالظبط. فانت عملت ان الاسره تبقى موجوده بسعر التذكره دي بالظبط كده، بحيث ان انت حتى لو حد تعرفه هو ده اللي بتثق في رايه في العربيات تاخده معاك في ايدك. مراته اكيد مفيش مفيش تفكير. واحده وتبقى معاها جوزها يبقى معاها يعني يبقى هو العيب بالظبط كده. طب ده كويس. انا عاجبني الفكره ان انت عامل باكج، يعني هي في الاخر الموضوع منظم وانا عاجبني التنظيم، عاجبني اختيار الوقت ده ان تقدر تختار الوقت حتى لو الويك اند الخميس والجمعه مواعيد شغل كل واحد فينا يقدر يختار الوقت اللي يناسبه ويقدر يكون موجود فيه. انا بحييكوا على الفكرة دي. وهل بتفكروا انها تستمر يعني ان شاء الله بعد ما نجاح الدورة الاولى للايفنت ده بتفكروا انه يبقى موجود في السنة كذا مرة؟ ده اكيد احنا مخططين بصراحة ان احنا ان شاء الله بعد اول معرض ده هنبتدي نكرره بشكل دوري. يبقى كل 3 شهور وممكن يتعمل في اماكن مختلفه، مره في شرق القاهره، مره في غرب القاهره، مره نطلع الساحل. هي فكرته بكل بساطه ان احنا من حقنا نجرب العربيات ونختار ونقارن في مكان واحد، بدل ما الموضوع يبقى قرار صعب ومتفرق على مناطق واوقات وتواريخ وكل ده. شركات العربيات كلها موجوده معانا 16 عربيه 16 شركه كويس. 16 شركه كويس. بالتوفيق وان شاء الله نكون موجودين معاكم بنغطي ايفنت جديد بيحصل لاول مره على مصر، وانا معجب بفكرته ويعني بالتوفيق يا استاذ شريف وان شاء الله نتقابل في الايفنت وجود لك باذن الله. باذن الله. ميرسي جدا. شكرا لحضرتك جدا، نورتنا، مع السلامه. انا عجباني الفكره.